وام خليل كل ما لقيت حالة فاضية بتساوي لهم مخدة الخر. وامي كمان عملت لهم 4 مخدات ونجدت لهم فرشة صوف واشتريت لهم طناجر ومشربيات. عالي كتير، حلو الكلام، ما ضل شي. بقى امتى بدنا نفرح فيهم يا ابو فواز؟ هو بصريحة يا ابو خلال، انا حابب جوز الولدين بنفس الوقت. انا ولدين؟ يعني الله يخلي لك ولادك. حابب جوز ابني فواز بنفس الوقت اسمنا شغلي صارت وصارت يعني. ايه شو عليه، وهيك بصير الفرحة فرحتين. بس يا ابو فواز على حد علمي لسه ما خطبت لفواز، مظبوط ولا انا غلطان؟ يا سيدي وشو هالمشكلة العويصة يعني. هلق منخطب له عسراع ومنجوزه. لا وخاصة انه هلق معي 200,000 ليرة من حق الموسم، بقى خلينا نجوزه ونرتاح من همه قبل ما ينصرفوا المصاري ويذوبوا. حاكم المصاري عم يذوب مثل الملح، مثل الملح عم يذوب. بس عطيني فكرة ابو فواز، امتى ممكن تخطب لفواز؟ بأول إجازة بياخذها من العسكرية بنخطب له إذا الله راد، وبعد ما نخطب له منحدد موعد العرسين وصلى الله وبارك. بقى شلوني معك يا أبو خلال؟ ماشي، وأنا ما عندي مانع واتكلنا على الله. على ماي على ماي يا حبيبي، بس اغسل لك قميصي. روح أنا روح، أنا لا تضرب. كيفك يا شيف رمزي؟ يا طبي كيفك يا فواز؟ لا صلوح اجيت داي اخلاقي، عود سليني شوي. يا تكرم عينك، بس حبيبي سيادة النقيب طيبك، روح شوف شو بده. ولي شو بده مني سيادة النقيب؟ شو بعرفني، روح شوف. روح غريبة، معقول يكون حدا فسد علي قال له اني هربت من النوبة الحراس مبارح؟ ليش هربت من المناوبة مبارح؟ لا انت ما بتعرف يعني. اي والله صحيح. هلق حبيبي اركيد اركيد بسرعة شوف شو بده ورجع بسرعة بلا ما يصاب. قلتك أحسن شي، أحسن ما يسلخنا شي عقوبة حكي من غير دفع مرؤوس. إي والله. هات صالح عيرني السدارة تبعك. ليش وين سدارتك؟ لك نسيانة عيرني إياها. طيب خي بس بترجعها. خلص شو رح مناكلها. لك خي فوا حبيبي ما تنسى تفقع تحية مرتبة قدام سيادة النقيبة وهيك تقدم اسمها. خلاص فهمنا فهمنا. الله ما لا تنسى تطيش تحية. ها خلاني انت التاني.